طبعا الحين خلصت البرايفسي. اي تي بالعربي انسى البرايفسي. اي تي بالعربي يكشف عن شخصية تقولها صح. هاي. عرفتوا مين احمد؟ انا احمد اللي اقولها صح. وبيقولها صح على السوشيال ميديا من خلال فيديوهات بيصحح فيها لمجموعه كبيره من الانفلونسرز والفاشينيستات. Make the nails very strong. To make the nails strong. مو نيلز، نيلز الاظافر، نيلز وكذلك سترونج مو سترونج. بس احمد من وين طلعت بالك هاي الفكره انك تنتقد الانفلونسرز على كلمات بيحكوها؟ هم بيكونوا يمكن هيك طريقتهم، هيك تعلموها. انا ما انتقدهم، لكن انا اصحح مصطلح يستخدمونه بشكل يومي، يستخدمونه بشكل خاطئ. انا خذيتها من باب المسؤوليه الاجتماعيه. في ناس لغتهم الانجليزيه شوي بسيطه، فيعتقدون ان هذا المشهور اللي سافر ويروح ويسوي تعاقدات ودعايات مع شركات عالميه فاكيد هو قاعد يقولها صح. وبما انه عم نحكي عن الغلط، حب احمد قاسم يقولها غلط. بس ساعات الواحد يمكن من التلفزيون بيحضرهم وبيشوفهم، يعني اذا كان على النتفليكس بتعلم هاي الاشياء. شوف، في فرق بين الشيء اللي نسمعه. لا أنا حكيتهم صح الكلمة. نتفليكس ممكن. والتلفزيون. التلفزيون إيه، لا ما أنا أصلاً حكيت. هذه هي البايلا. بايلا 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 يسمون بايلا. الإسبانيش دش مو بايلا ولا بايلا، بايلا. وصفحة تقولها صح هي كلها فيديوهات لأحمد بيصحح فيها الكلمات بصوته بدون ما يكشف عن شخصيته. لكن أنا ماخذ شخصية المشهور الخفي، وايد انا اقولها ان انا كاحمد هادي مو ليش كاحمد هادي، انا احمد هادي مو مشهور. الشيء اللي انا اسويه، طبعا الحين خلصت البرايفسي، ما صار في برايفسي، اني لما مره اي تي بالعربي انسى البرايفسي، كل الناس بيشوفوا. شفتوا له احمد احفظوا وجهه. هاي مسابقه كومبيتيشن. يعني قلت اي مسابقه وفهمنا ووصلت المعلومه والامور تمام، ليش كومبيتيشن؟ عدم ظهورك على السوشيال ميديا هل هو خوف من الناس عشان بس يشوفوك انه انت بتنتقدنا لا بالعكس، بالعكس، يعني اساسا في مشاهير انا اعرفهم بشكل شخصي، واصلح لهم لازم نفرق بين اتنشن اللي هو اهتمام او انتباه، وبين تنشن. تنشن يعني توتر. وهالصفحة بدأت بالتصحيح من سنة 2018، وخلال هاي الفترة تعرض أحمد لأكثر من انتقاد. في ناس دشت علي تضحك، في ناس دشت علي زعلانة، في ناس دشت علي تنتقد، في ناس دشت علي لا متهدد. أي أوكي. شيء ما ينقال على التلفزيون. أوكي يا جماعة، راح تحتاجون لاير بيف باستري. كل اللي قاعد تقولينه للأسف غلط. لاير يعني كذاب. أنت تقصدين لاير، لاير يعني طبقة، وبعدين هي بوف بيستري مو بيف باستري. أو مثلا في ناس يتعمدون يقولونها غلط على أساس إنه شنو، يلا خلي يروح يصير مثلا حق سمول بزنسز أو لوكال بزنسز، يلا خلينا نقول الاسم غلط، وهم ماخذين فلوس من اللوكال بزنس، فعشان يصير دبل ماركتينج عن طريق المشهور وعن طريق أحمد هادي لما يصحح لنا. في براند ميو ميو، هذا الجاكيت اهو لا هو تشيكيت ولا ميو ميو، ميو 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 ميو. انت في مره انت غلطت بشي وبعثوا لك ناس انت غلطت؟ انا منزل عن نفسي فيديوين حق الدول اللي خارج الكويت اللي بيطلبون من الدول اللي خارج الكويت، يعني في دول داخل الكويت.